أستاذ جان عزيز، 1701 والجهود أو الاندفاع الفرنسية تجاه لبنان، شو بدهم تحديدا؟ وفي كتير حكي عم بيطلع عن تهديدات إنه يا تطبيق 1701 يا فرضه بالفصل السابع يا تعديله، إبعاد قوة الرضوان أو حزب الله إلى ما وراء الليطاني، كل هذه الأمور، شو في بالمعطيات وبالمعلومات خلال هذا الأسبوع والموقفين الفرنسي والأمريكي تحديدا؟ فينا نقارب الموضوع من الخارج، يعني الموقف الفرنسي والأمريكي وحركتهم، وفينا نقاربه من زاوية المصلحة اللبنانية. خارجيا بات معلوما أنه أمين كان بالدوحة، مر على تل أبيب، شاف الجو بتل أبيب، تم إطلاعه على خرائط وعلى خطط وعلى ما اعتبره مقلقا من معطيات، فقال لابد من زيارة بيروت. ما بعتقد حمل تهديد، وحتى الكلام يلي حاول البعض ينسبوا لوليد جنبلاط تبين انه منه صحيح، منه حامل رساله تهديد. اميه اجى يقول ثلاث نقاط: واحد، على حدود تكون في حدا مجنون قابل وقادر على اي شيء، والتدمير اللي عم بتشوفوه بالمقلب الاخر ممكن يصير عندكم. اثنين، الحدود بعد قديش صرنا عم نحكي هلا تقريبا اكثر من 60 يوم من الحرب باتت بوضع غير قابل لان تكون بحالة ثابتة ودائمة، لأنه في نقاط عسكرية ضربت، في منظومة رصد ما عادت موجودة، في اشتباك دائم، وبالتالي أنتو خط الحدود أصلا مش قادر يكون ثابت بشكل نهائي. ثلاثة، كيف ما انتهت حرب غزة رايحين على تسوية، وهذه التسوية بدها تشمل جنوب لبنان. لذلك انطلاقا من هالثلاث نقاط حضروا حالكم، استعدوا، شوفوا شو اللي ممكن ينعمل. فهي المقاربة الخارجية. ايه بس طالما هيك ليش هالقد عم بيصير في تركيز على 1701؟ هلا وقال حسين ايوب من شوي انه قبل ما تخلص غزة وقبل ما يكون في نهاية لهذا القتال لهذه الحرب ما في معنى للحديث عن 1701. هلا يمكن الايراني يقول لك قبل ما تزول اسرائيل، انا ما بحكي بجنوب لبنان، او يمكن حتى في تصريح لبعض قيادات حماس انه قبل ما يعم الاسلام ويحكم العالم، نحن ما بنحكي بجنوب لبنان، في تصريح لقيادات حماس. فهون على اللبنانيين انه ياخذوا قرار، بس خليني اقول انه هاي كانت الرساله الخارجيه. هلا داخليا ما انقبضت جد، بقول لك بصراحه، لانه اعتبروا انه لو في رساله جديه كان نقلها الامريكي ما كان نقلها الفرنسي. وانه الفرنسي باحث عن دوره، وانه ماكرون بحاجه لتسجيل انتصار بعد سلسله هزائمه من افريقيا الى المتوسط كله الى المشرق، وبالتالي لم تقبض جد. اليس منطقيا هذا التحليل برايك؟ بمعزل، يعني ما بدي فوت بتقييم له، بس انا بدي ارجع على الواقع اللبناني. منذ زياره اوكشتاين ما قبل الاخيره باب الماضي قيل، وحتى على السنه مسؤولين رسميين، انه في محاوله لبلوره عرض على لبنان. يقول بالتالي اذا عرضنا عليكم حل كامل لكل الحدود اللبنانيه من نقطه بي 1 يلي بيعوى الشباب بالترسيم البحري وزوروها، وما بعد لهاليوم ما بعثوا مراسل على الامم المتحده حولها، من البي 1 لمزارع شبعه، لا خراج الماري يعني الغجر الشرقيه، مع 13 نقطه المختلف عليهم، مقابل تطبيق 1701 بشكل متوازي ومن الجهتين. هل لبنان عنده مصلحه بهذا الامر او لا؟ هذا الموضوع المطروح على اللبنانيين. طيب هلا شو الجواب؟ الجواب الاكثر واقعيه وحكمه ووطنيه اللي عطته قياده الجيش، انه هذا الموضوع بحاجه اولا لوقف اطلاق نار. ما فينا نفاوض تحت النار وتحت الضغط وتحت التهديد. اثنين، نحن بحاجه الى ضمانات اكيده وحاسمه ونهائيه بانسحاب اسرائيل من كل الاراضي اللبنانيه المحتله، ومن بعدها نبحث بهذا العرض. فهذا الموضوع انا برايي مطروح على لبنان اليوم او بكره او بعد بكره او قبل غزه او بعد غزه، وعلى لبنان وعلى اللبنانيين وعلى المقاومه انه تحدد هي، هل هي من اجل الدفاع عن لبنان او لا، من اجل حفظ حدود لبنان او لا. اذا قيد لهذه المقاومه ان تضيف الى سجل تحرير جديد لكامل الاراضي المحتله من دون حرب، بتقول لا نظرا لحسابات ايرانيه او حسابات اخرى خارجيه. هذا الموضوع خلينا نعمل تمرين، نعم، هلا سياسي وفكري على اللبنانيين،
بانتظار الاستحقاق، ما حدا مطلوب منه هلا لا يعطي جواب ولا يقوم باي خطوه، بس هذا موضوع مطروح. طيب سؤال، هل اوكلت مهمه القرار 1701 الى الفرنسيين علما انه امريكا هي الوسيطه لانه امريكا دخلت طرف واصبحت شريكه في الحرب ولن يصدق وساطتها احد؟ انا برايي امريكا مش مهتمه بالموضوع، امريكا اخر وساطه عملتها مع اوكشتاين كانت محصوره بموضوع الحدود، مش مهتمة بأكثر من موضوع الحدود. هون عم تحكي بتسوية شاملة، التسوية الشاملة نحن ما عنا مصلحة نفوت أمريكا عليها لسبب بسيط، ولا أكيد الوزير بيعترض على هذا الكلام، لأنه أمريكا بدها تدفع عمولة لهذه التسوية لقوة إقليمية ما ترعاها، يا بدها تدفع عمولة مثل ما عملت بالتسعين لبشار الأسد، يا ما بدها تدفعها لإيران، يا بدها تدفعها لحدا. نحن عنا مصلحة هذا الموضوع نعمله بسياق الأمم المتحدة وبإطار الخماسية يلي طابعها الطاغي هو طابع عربي. نعم. هيدا بيضمن مصلحة لبنان.